ما كان هناك، حتى إن كان هناك أخطاء يعني هنا هناك، المسؤولية واحدة نتحملها مع بعض، وأكدنا على هذا. ولكن أيضا أكدنا على أنه القوى المشاركة في الحكومة هي قوة مشاركة بالأصالة، وبالتالي لا بد من التواصل المستمر لتقييم الأوضاع مع بعض، وأيضا حماية البلد مع بعض. وكان في إدانة كاملة للتخريب اللي حصل. كما أمل الاجتماع